مشاركة في حملة أحكي حكايتي. كنت حاسة بألام من 5 سنين، كانت الدورة تجيني شديدة قوي، فكنت أروح المستشفى كان يعطوني مسكن يقولوا عادي ما فيك حاجة. رحت سويت سونار قالوا لي بس فيك كيس حجمه 3 سنتي راح يختفي من حاله. كل ما أروح يقول لا راح يختفي من حاله، خليه راح يختفي من حاله. لين ما كبري وصل 9، وهذا على البيض اليمين، والمبيض اليسار كيسين حجم 4. فبعدين قالوا لي فيك التصاقات جدا شديدة واحتمال في ورم، لازم ينشال الرحم أو إنه تروحي لحد مختص قوي في الالتصاقات. رحت الواحد قال لي لازم إنك تشيلي الأمعاء. كنت حاسة بحرارة شديدة، ألم مغص شديد، مع ألم في الظهر، مع إمساك شديد، مع من عارفة كيف أنام، مرة اللي جنبي ده مرة اللي جنبي ده. لين ما الحمد لله شفت في المقاطع الدكتور سيد الأخرس، فقلت الحمد لله وعملت العملية وطلعت بكل حاجة سليمة، من مبيضين، من رحم، من أمعاء، الحمد لله. أنا عملت عملية قيصري قبل 11 سنة، كانت مؤلمة قوي، ما قدرتش أقوم على طول، يمكن شهر كده قدام، لازم أحافظ على نفسي. أما المنظار فكان الحمد لله في يومين قدرت أقوم، قدرت أتحرك. أقول لكل بنت وست تهتم بنفسها قوي، إذا حست بأي مغص شديد تهتم بنفسها تروح للمستشفى، تروح للمستشفى مختص هذه الأعراض. وعلى كل أم تهتم ببنتها، ما يكون بينهم أي حاجز، تنكسفش قوي من حكاية المغص ده.